أحد الخطباء كان يقول كلام لطيف كلامنا حول الكلمة كان يتحدث حول حديث النبي صلى الله عليه واله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا كان يقول ال شكل الطبيعي ان يكون الحديث قام احدهما او قعد الاخر هذا هو المعروف السؤال المعروف ان الامام الحسن قعد وان الامام الحسين قام فاذا قام احدهما وقعد الاخر هذه الشبهه المثار المعروف هو كان يقول لا هذه الالف في قاما الف التثنيه وفي قعدا تدل على ان كليهما قام وان كليهما قعد فالشوفه غير وارده اذا واحد قال لكم لماذا قام الامام الحسين وقعد الامام الحسن هذا السؤال غلط في طرح الإمام الحسن قام وقعد، الإمام الحسين قام وقعد، السؤال غلط، منتهى القضية أن الإمام الحسن قام أولا ثم قعد، وأن الإمام الحسين قعد أولا ثم قام، قام أو قعدا. إشارة إلى قيامك إليهما وقعودك إليهما وإلا الإمام الحسين قام في الأشهر الأخيرة من حياته كم عام الإمام الحسين عاش إماما في عهد معاوية فترة طويلة أعوام طويلة فإذا الإمام الحسين قعد الإمام الحسن قام أولا وقعد ثانيا والإمام الحسين قعد أولا وقام ثانيا فالسؤال في طرحه يحتوي على مغالطة السؤال هكذا يجب أن يكون لماذا قاما ولماذا قعدا هذا هو الطرح الصحيح مو لماذا قام احدهما وقعد الاخر